الوقفه هذه ما درناهاش غير لما طرقنا كل الابواب، المسؤولين كامل شفناهم، رحنا للبلديه، رحنا للدائره، رحنا للجزائريه للمياه، رحنا للوالي السابق 3 مرات، رحنا للوالي الحالي 2 مرات، وما كان حتى استجابه من اسمها. رسالتنا هذه ولا وقفتنا هذه موجهه للسيد الوزير الموارد المائيه انه يهبط لهنا ولا يبعث للمسؤولين الريسبونسابل تاعو يشوف، يجي يشوف لنا حل. قريه الشط هذه راهي فيها 12 ل 13 ألف نسمه اللي هما راهم اليوم بلا ما، ورانا في الشتاء راك تشوف بلاش ما عندناش الماء والو كامل كاع. في 12 سنه رانا نعاني من نسبه الماء. الوالدين باش يرقدوا مع جوال الوحده تاع اللي الوالدين باش يرقدوا مع 8 راهم يرقدوا الوحده الزوج تاع العواج باش يعمروا الاحتياط باش غدوه باش نلقاو باش نغسلوا باش ندوشوا. طالبوا بالماء، رانا في 12 سنه الماء ما كانش في الشط هنا. راهي 12 نسمه هنا، 12000 نسمه. الماء ما كانش، المسائل هذا يتعمدوا في السكوت نتاعهم.